عليكم، معاكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. واحد هنا بيسأل اسمه محمد محمود 5629. مرحبا دكتور، هل الممارسة مع امرأة مصابة من فوق الثياب، الاتنين لابسين ثياب، هل هذه الطريقة تنقل الإيدز، علما أن العملية تمت بين الأفخاذ من فوق الملابس؟ أرجو الإجابة وشكرا. لا، ما تنقلش العدوى طبعا من فوق الملابس، بس هتنقل عدوى إيه؟ مش فاهم. أنا خايف بعد كده واحد يسأل يقول يا ترى الممارسة عن طريق الإنترنت أو عن طريق التليفون ممكن تنقل العدوى ولا لا؟ يلا مش مشكلة، إذا سأل هقول له برضو لا ما تنقلش. يلا، المهم التاني بيقول إيه؟ اسمه ذوالفقار كريم. ذوالفقار كريم ده بيقول مرحبا، كيف حالك يا دكتور؟ ممكن سؤال؟ أنا قبل شهر عملت عملية مال دوالي، عملية دوالي في الخصية اليسرى، يا ترى بعد العملية كام يوم أمارس الجنس أو الحالة السرية؟ ممكن توضيح؟ شكرا. بعد العملية بحوالي أسبوعين ممكن الواحد يمارس الجنس، وحسب الحالة يعني، حسب حالة الواحد، بس مش أقل من أسبوعين ممكن الواحد يمارس أي نوع من الجنس يعني، يا إما برضو نفس الشيء الإيه العادة السرية. السؤال اللي بعده من زيدان زيزو، أهلا بيك يا زيدان. هل لعبة كمال الأجسام من أسباب دوالي الخصية؟ لا، هي مش من أسبابها، لكن لو الواحد عنده دوالي الخصية ممكن طبعا تزيد الحالة سوءا. ليه بقى؟ لأن كمال الأجسام بتشيل أثقال، وشيل الأثقال بيؤدي إلى الضغط الشديد، إن الواحد بيحزق ويضغط على نفسه وهو بيرفع الثقل، فطبعا ده ممكن يزود من دوال الخصية. فاللي عنده دوال الخصية المفروض ما يرفعش أثقال تقيلة، أو يلعب تمارين ما يكونش فيها ضغط شديد من داخل البطن. وطبعا لازم يبقى لابس حاجة تحمي الخصية، يعني لابس كيس الخصية. فكمال الأجسام زي شيل أي حاجة تقيلة. بننصح دايما اللي عنده دوالي الخصية أو فتاء أو كده إنه ما يشيلش حاجة تقيلة تخليه ينتع كده ويحزق جامد. السؤال اللي بعده من أخونا لف 500. دكتور أنا يطلع حبوب على جسمي، يطلع شيء 3 أيام وتختفي. أنا جاوبتك يا لف 500، قلت إن في حبوب بتطلع على الجسم وتختفي، معناها يا إما سببها بسيط يا إما ملهاش سبب، مرتبطة بقى بالجو وما إلى ذلك والملابس. وفي أغلب الأحيان النوع ده بيبقى نتيجة حساسية ما لشيء ما، طالما بتختفي ما الواحد ما بيخافش يعني، ما فيش وراها سبب شديد. ويمكن لو اتبعت أسلوب حياة صحي لفترة ما ممكن الموضوع ده يتحسن شوية. طبعا تشوف الملابس بتاعتك اللي انت بتلبسها، يمكن في نوع من النسيج أو الملابس بتعمل لك نوع من الحساسية أو بتعرق زيادة، هذه الأمور كلها بتساعد الواحد تطلع عليه حبوب على جسمه. أخونا أحمد رأفت رف 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 رفات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيش علاج جديد يقضي على فيروس به نهائي؟ بشرنا يا دكتور. إن شاء الله نبشرك، ربنا ييسر، نحن في الانتظار. قناة العلم نور، هل التحاليل الأجسام المضادة بعد 7 أشهر قطعي؟ 7 شهور، ده احنا بنتكلم في 3 شهور، فطبعا هي قطعية بعد 7 شهور قطعي. إذا كانت سلبي والنتيجة سلبية وعملتها بعد 7 شهور، بلاش 7 شهور، 3 شهور، فهي قطعية إن شاء الله.
والحشيش يؤثر على ظهور الأجسام المضادة؟ لا، مفيش حاجة بتؤثر على الأجسام المضادة في حالة النتيجة السلبية، لكن النتيجة الإيجابية في بعض الأمراض وبعض الأمور ممكن تدي نتيجة كاذبة false positive، وبالتالي النتيجة الإيجابية دايما بنقول إن الواحد يعيد التحليل لو طلع إيجابي، مش يعيده، يعمل تحليل تأكيدي. حسن أحمد: يا دكتور من فضلك، أنا عملت تحليل تستوستيرون كان 190 وعندي ضعف جنسي. 190 دي أكيد نانو جرام، لأن إحنا قلنا من 300 نانو جرام لحد 1100، من 300 لحد 1100، ف190 دي طبعا تحت المستوى، وعندي ضعف جنسي، أي تستوستيرون مناسب معايا؟ وهل حقن التستوستيرون ترجع المستوى الطبيعي؟ طالما التستوستيرون عندك منخفض تحت الحد الأدنى وعندك أعراض من ضمنها ضعف عندك ضعف جنسي، ففي الحالة دي لازم يعني تستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي من الحاجات اللي بنوصي بيها ممكن ولازم. وطبعا الأفضل يتاخد تستوستيرون حقن، في كذا نوع باتشز وحقن وحبوب ملهاش فايدة قوي لأنها بتتأثر بالإنزيمات اللي في الجهاز الهضمي فمش فعالة، لكن اللي فعال الحقن والباتشز والباتش بتاع اللي بيتحط في التانك. وأفضل الحقن تتاخد كل أسبوعين أو كل 3، ويفضل طبعا أنك أنت تروح لدكتور هرمونات غدد وتكون تحت إشرافه في الأول، يعني على الأقل يظبط لك الجرعة ويشوف إيه المناسب ليك، لكن أنسب حاجة لحالتك هي الحقن. وطبعا اتباع أسلوب حياة صحي من ضمنها الأكل والرياضة وما إلى ذلك زي ما أنا شرحت في الفيديوهات. الأستاذ كاسترو: أنا فوق 40 وعندي سكر وضعف انتصاب وضعف رغبة. أنت بتهرج بقى يا أستاذ كاسترو، ها؟ يلا مفيش مشكلة، مش هنرد عليك معلش. أحمد سيد كومنتد: منور يا دكتورنا الغالي، أقسم بالله إني دايما بستغرب إن لسه في دكاترة في هذا الزمان بهذه السماحة والضحكة الحلوة. يا سيدي الله يخليك وضحكتني. أنا كنت نعسان وعايز أنام، بس كلمتك دي صحصحتني وخلتني أضحك. ليه هم الدكاترة بتوع الأيام دي كشيرين ولا إيه؟ المهم أنا لسه بستغرب إن في دكاترة لسه في هذا الزمان بهذه السماحة والضحكة الحلوة، اللي أدعي الله إنها لا تفارق وجهك البشوش. الله يكرمك، الله يكرمك ويزيدك من كرم الأخلاق والذوق والأدب. ويا رب، ويا ريت يا دكتور ما تزعلش مننا ومن أسئلتنا. لا يا عم نزعل ايه، ده انتوا الخير والبركة. نزعل من حبايبنا، اسألوا زي ما انت عايزين. اهلا بيك وسهلا استاذ احمد عبد القادر، استاذ احمد عبد الخالد مدير القناة ده. اهلا بيك يا استاذ احمد. وحوش رضوين مش عارف ايه ده، هو ده يؤذي عندما ينزل؟ والله ما فاهم انت بتتكلم على ايه. عسيلان وضح سؤالك يا وحوش رضوين. انت استاذ محمد جواد، اهلا بيك يا استاذ محمد جواد حبيبنا الاستاذ جواد، حياك الله جناب الدكتور هلال المحترم، اهلا بيك يا حبيبنا. دايما ادعو الله لكم بالتوفيق، الله يكرمك ويوفقك ويطمنا عليك وعلى حبيبنا ابنك الغالي. يا رب تكونوا جميعا بخير، لما تقدمون خدمة لبني البشر، ربنا ييسرها ويقدرنا دايما يا رب. أما من هو دون الإنسانية والبشر من بعض المتصلين فذلك لا محل له في هذه القناة المحترمة. يا سيدي الله يخليك. لا هو في بعض الناس طبعا، يعني انت عارف احنا انترنت يا أستاذ محمد ومتعودين، في بقى الحمد لله ما فيش حد بيغلط خطأ مباشر، بس في بعض الناس بتسأل أسئلة شوية فيها إسفاف، يعني قلة نادرة يعني.
انا بصراحة يعني كل اللي انا نعي همه ان بعض كلامي يتاخد على انه تصريح لمزاولة الرذيلة، واخد بالك؟ فيعني انا بتكلم دايما وبنصح وبطمن الناس اللي تعرضت للعدوى لسبب من الاسباب، خطأ ان كان او، انما كلامي مش معناه ان انا لما اقول الطريقة دي ما تعديش، مش معناه ان الواحد هيحطها بقى في الايه في الاجنده بتاعته، يقول اتبع الطريقه ديت عشان الدكتور هلال قال عليها كده، يعني ابقى انا بساهم في نشر الرذيله والخطا وارتكاب الاخطاء، وده طبعا من الناحيه الانسانيه لا ارغبه ولا من الناحيه الطبيه. زي كده بالظبط اما واحد يقول لي انا مشيت بالخطا وكسرت الاشاره ومش عارف ايه، يا ترى هتسجن؟ فبرد عليه اقول له لا خلاص ان شاء الله ما تتسجنش، ما فيش عسكري وقفك وخد كلام زي كده. بس كلامي ده مش معناه ان كل واحد يكسر الاشاره، لا، ما ممكن مره تيجي الواحد تحصل له حادثه يروح فيها في 60 سلامه، او يتمسك ويعني ويجراله اللي يجراله. فانا لما بقول بتكلم على اللي عمل خطأ ما او عمل ممارسة غير شرعية او غير شاذة او، وبالتالي فبتكلم انه عشان يطمن ونفسيته ما تتعبش وحالته تتدهور اكتر واكتر. لكن هذا لا يعني ان الواحد ان كلامي ده تصريح او ترخيص لك بانك تمارس بقى بالطريقه اللي انا قلت، انها ما بتنقلش العدوى، لان ده طبعا شيء خطا، وممكن الخطا يترتب عليه مصايب كتيره جدا جدا جدا، حتى لو كانت الطريقه ما بتنقلش مرض او فيروس الايدز، فممكن تكون بتنقل حاجات اخرى كثيره لا نتحدث عنها، واكتر منها انها بتصيب الانسان بامراض اخرى انسانيه واجتماعية ونفسية أسوأ ربما من الإيدز. وربنا عافينا جميعا، وأشكرك يا أستاذ محمد جواد على حسن خلقك ويعني ذوقك الرفيع ووجودك معانا دايما. كده تقريبا الأسئلة في القناة اللي جات النهاردة انتهت. شكرا ليكم، ونشوفكم إن شاء الله في إجابة مرة تانية على أسئلة الحبايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.